الصحة والجمال طلاق تلاتة لكل العيوب بالمواجهة مش بالهروب والسلبية. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء مشاهدي شاشة الصحة والجمال في كل مكان، ولقاء رمضاني يتجدد معكم مع برنامجنا وبرنامجكم طلاق تلاتة. النهاردة هنطلق ثلاث أفات موجودين في سلوكيات البعض مننا، هنطلق الغش والسرقة وخلف الوعد. الغش، لقد أمر الله تبارك وتعالى وذم تبارك وتعالى الغش وأهله في كتابه العزيز، ويفهم ذلك من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، صدق الله العظيم. فهذا وعيد شديد من المولى تبارك وتعالى للذين يبخسون وينقصون المكيال والميزان، فما بالك بحال من يسرقها ويختلسها ويبخس الناس أشياءهم. فهذا بكل تأكيد أولى بالويل والوعيد من مطفف المكيال والميزان. أيضا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم حذرنا من الغش وتوعد فاعله، وتجلى ذلك حينما كان صلى الله عليه وسلم يمر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه الشريفة بللا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال الرجل: لقد أصابته السماء يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني، وفي رواية أخرى: من غشنا فليس منا. فكفى باللفظ النبوي ليس منا زاجرا عن الغش، ورادعا من الولوغ في حياضه الدنسة، وحاجزا من الوقوع في مستنقعه الأنسة. وصدق من قال: ولا ترجع الأنفس عن غيها ما لم يكن منها لها زجرا. هذا عن الغش. أما عن السرقة فحدث ولا حرج، فهناك الكثير من الآيات القرآنية والنصوص النبوية المطهرة التي تحذرنا من الاقتراب من السرقة، وتؤكد على أن السرقة كبيرة من الكبائر. أما إذا انتقلنا إلى خلف الوعد فهو بكل تأكيد علامة من علامات النفاق وآية من آياته وصفة أساسية من صفات سوء الأخلاق. حثنا على ذلك رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حينما قال: آيات المنافق ثلاثة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إذن الغش والسرقة وخلف الوعد هم من سيطلق في هذه الحلقة. ولكن اسمحوا لي مشاهدينا الأعزاء قبل أن نبدأ في إجراءات الطلاق أن نرحب بضيفي وضيفكم الكريم الأستاذ الشيخ الدكتور عبد الغني سليم من علماء وزارة الأوقاف المصرية، فلنرحب به قبل أن نبدأ هذه الحلقة. تفضل يا فضيلة الشيخ. شرفتنا. مرحبا في المبارك. تفضل. إذن مشاهدينا الكرام، سوف قبل أن نبدأ هذه الحلقة لابد أن نوجه عناية أنفسكم على أننا يعني منتظرين أسئلتكم واستفساراتكم على أرقامنا اللي هتظهر على الشاشة دلوقتي، أو ابعتوا لنا على SMS كل ما يصور ويقول في عقولكم حول تلك الأفات. فضيلة الشيخ، إذا ما بدأنا بالسرقة، السرقة من الأمور التي حرمها الإسلام بشكل قاطع لا يقبل الشك ولا اليقين، وهي يعني الإسلام وضع لها عقوبة في الدنيا قبل الآخرة، وهذا إن دل إنما يدل على جرم هذا القبح. طب فضيلة الشيخ، في البداية إذا ما تحدثنا عن الضرر الواقع على الفرد والمجتمع من انتشار السرقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، ونشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله رب العالمين أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه سبحانه. اللهم أمين. نسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا هذه الآفات وأن يجعلنا من المطلقين لها طلاقا بائنا. أمين يا رب. كبرى. أمين يا رب العالمين. وبعد، السرقة من الآفات والأمراض كما قدمت فضيلتك التي انتشرت وستنتشر على مر السنين، ويكلها تندرج تحت قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بالباطل لأن تكارة عن تراض منكم. نعم. فالسرقة داء عظيم وجريمة، يعني الله عز وجل حدد لها حدا معينا، وأنا كرجل قانوني
محامي سابق يعني ممكن نتناول الجانب الشرعي والجانب برضه في ايه في الوضعي في القانون. يعني الجانب الشرعي هو الاهم الان. الجانب الشرعي لكن ليس معمولا به للاسف الشديد، لكن احنا ايه نحاول ان شاء الله. تمام. الله عز وجل حدد القطع، قال سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. نعم. هذه هي العقوبة التي حددها الله عز وجل للسرقة، والنبي صلى الله عليه وسلم طبق هذه العقوبة. نعم. وحديث مشهور لما سرقت إحدى المخزوميات يعني بالبلد كده إحدى بنات العوائل إحدى أصحاب الإيه الوسائط إحدى أهلا يعني إيه أصحاب يعني كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقيم عليها الحد، فشفعوا فيها من نشفع من نشفع من حتى يوقف النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة القطع، فوجدوا أن أنسب ما يشفعونه هو سيدنا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبوا له فاستجاب لهم وذهب ليبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بما أراده القوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ونهره يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ما دام الله هو الذي حدد فلا ينبغي أن نقول إلا سمعنا وأطعنا، كما نعم. قال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ما فيش وسائط. صحيح. ولذلك أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله يعني والله يعني إيمان أو يمين مؤكد قسم، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الله. ورواية لقطع محمد يدها. ثم يبين لنا العلة التي نحن فيها الآن والتي فيها المجتمعات منذ زمن بعيد، أنه كان في من قبلكم كان إذا سرق فيهم الضعيف أو إذا سرق فيهم الشريف تركوه كما يحدث، وإذا سرق فيهم الوضيع أو الفقير أو المسكين أو اللي مش عارف يجيب له واسطة أو اللي مش عارف يجيب له محامي شاطر يدفع له قرشين، كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. إنما أهلك من كان قبلكم. نعم. إذن عدم إقامة الحدود وعدم إقامة إنزال العقوبة على الجاني تؤدي إلى ماذا؟ إلى هلاك الأمة. تمام. إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه لأي سبب من الأسباب، مكالمة تليفونية، محامي، كما يفعل أحد، واحد يتشفع الأمور هكذا، وإذا سرق فيهم الضعيف المسكين الغلبان أقاموا عليه الحد. إذن السرقة هي تؤدي إلى انتشار الرذيلة في المجتمعات وإلى الهلاك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هلك يعني بكل الصور، هلكوا ماديا، هلكوا معنويا، هلكوا اجتماعيا، هلكوا اقتصاديا، كل شيء تحتها كل الإيه المبيقات. طب فضلت الشيخ، هل هناك شروط لإقامة هذا الحد؟ هل هناك شروط معينة لإقامة حد السرقة؟ لابد أي حد يعني لابد، ولذلك أي الحدود تدرأ بالشبهات. إدراء هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، إدراء الحدود بالشبهات. ولئن يخطأ القاضي في العفو خير له من أن يخطأ في العقوبة. فليس إن أنا سرقت تعالى اقطع، لا، لابد من البينة، لابد من الأدلة، لابد من الشهود أو الإقرار. عندك ثلاث أمور: يا شهود يبينه واضحة على هذا أنه سرق، يا إما أقر على نفسي بأنه سرق كما كان يحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابي يرتكب الجرم يعني بمفرده بمنأى عن الكل، لكنه يعلم أن الله عز وجل يراه، فكان يأتي بنفسه للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب أن يقيم النبي صلى الله عليه وسلم الحد. وهذا هو المطلوب، المطلوب أن يكون في الضمير وازع، أن أكون أنا رقيب، أن أكون أنا عالم أن الله عز وجل يراني. صحيح. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. صحيح. فإذا كنت أعلم أن الله عز وجل يراني، وإذا كنت أعلم أن الله عز وجل كلف بي ملكان عن اليمين وعن الشمال لا عمل لهم، وظيفتهم أن يكتبوا عني الحسنات ويسجلوا عني الخطايا. إذا كنت أعلم أن هؤلاء الملائكة الكرام كما قال: وإن عليهم لحافظين كراما كاتبين، كراما عند الله، ونحن نهينهم، فيجب أن إذا علمنا ذلك فإن شاء الله نبتعد عن هذه. طب أستاذ حضرتك الشيخ، نخرج لتقرير ونرجع تاني فاصل ونواصل. تحت أمر.
طب نستأذن حضرتك فضيلة الشيخ، للأسف يعني احنا المفروض كنا ننزل تقرير عن السرقة، لكن الزملاء الأعزاء زعوا تقرير عن الغش. طب من المعروف يعني هل تطرق للغش برضه؟ ده أكيد لابد أن يطلق في هذه الحلقة. الغش من المعروف أنه أن الإسلام حرم على الغش لما فيه من المخادعة والتدليس على الغير. يعني رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. هذا المفهوم يا فضيلة الشيخ، هل هو خاص من غشنا فليس منا، أم غشنا فليس منا في جميع الأمور الحياتية؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قيل لما كما ذكرت حضرتك في المقدمة، يعني يمر صلى الله عليه وسلم في السوق فوجد بائع تمر يضع التمر في هذه كما قفة في سبت في الإناء الذي يبيع فيه التمر، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده لأنه هو المسؤول، مسؤول عن السوق وعن التجارة وعن 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 وهو الرئيس. فوجد أن التمر كما يحدث الآن، أنت بتجد الفكهاني رصص لك يعني إيه الفكهة من أول كده تمام التمام، إن كان برتقال استفندي فكهة إيه تفاح غيره غيره غيره، يعني أنت تشتهيه، ولكن حينما تشتري تجد أنه كله عاطب. فهذا ما كان يفعله بعض الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد التمر الذي في أسفل الإناء الشيء الذي يباع فيه الصبرة وجده مبلولا، فقال: ما هذا؟ سأله، قال: أصابته السماء، يعني الجو مطر فالمطر نزل على هذا البلح، فالنبي يعني وضعوا أخفاء عن الناس ووضع الناشف الجيد. خلي بال حضرتك ده نوع من الغش واضح وسريع في هذه الواقعة. يمكن التجار احيانا في مجتمعاتنا اللي احنا عايشين فيها احيانا بيقعوا في نفس هذا، هذا هو المتعمدين متعمدين متعمدين. الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني اصابته السماء، يعني يمكن يبيع الحلو الاول بعد كده ايه صحيح. فقال: هل وضعته، هل بينته للناس عشان يعرف ان ده مبلول ولا ناشف ولا كويس ولا رديء؟ فقال: من غشنا فليس منا. طبعا لفظ عام لكل ما ينطبق عليه هذا الأمر، ليس خاصا بالتمر، إنما كما هو في التقرير خاص بالتجارة أيا كان نوعها، خاص بالمعاملات بين وبينك، خاص بالخطوبة، يعني رايح أخطب باش أضبط نفسي وأعمل إن أنا أزواج في الغش كله غش طبعا. خلي بالك حضرتك، أنا عرض علي سؤال في حلقة في قناة تانية الأسبوع الماضي، إن تزوج ويوم يوم أن دخل بها وجدها يعني إيه لابسة بروكة والعملية ما فيش شعر، امرأة أخرى، خلي ما فيش شعر مطلقا، يعني إيه صلعاء صحيح. خلي بالك حضرتك، طب يا ابني أنت مش بعدت أمك ليه؟ يعني إيه هم مانعينك إنك ترى؟ لأن من ذلك من المفروض أن أرى بخطيبتي ما يرغبني في زواجها، أي شيء أستطيع أن أراه. تمام. كما ذهب بعض العلماء. فضيلة الشيخ، هنا في هذه النقطة تحديدا، هل يبطل الزواج؟ يعني ما بني على باطل، باطل طبعا وعقد فاسد، لأنه يقول أن بعت أرسل أمه لتراها فهي أيضا رفضت أن تريها، أرسل أخته وزوجة أخيه، يعني حاول المرأة، هو كان مفروض أن إيه يعلم أن هناك أمر إيه. طب هنا هنا أيضا نقطة فضلت الشيخ، غش هنا مش غش؟ صحيح، هنا برضو هنا نقطة في غاية الأهمية. هل من الصحيح أن يرى الخطيب يعني خطيبته قبل أن يقدم على خطبتها؟ ده يجب أن يراه حتى وإن كانت منتقبة، يجب أن تجلس معه وتنزع النقاب عنها في حضور المحارم، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما حينما انظر إليها فلعله أحرى أن يدوم بينكم. لابد أن الشافعية يعني قال: انظر إلى أي شيء استطعت أن تنظر له، حتى قال: لو استطعت أن ترفع ثيابها لترى قدمها افعل، لكن يعني إيه خلص منها، يعني إيه. فالقصد من كده إن أنا مش أتزوج واحدة، يعني احد الاخوه العرب اتصل بي قال انه ذهب ليخطب فتاه وراها الرؤيه الشرعيه تمام التمام، اقصد ان يوم الدخله كانت غيره، قال انها هزيله وضعيفه ولا يعني لا تجوز الاضحيه بالهزيله من كما لو كان ان النساء يتحايلن على الزواج، فطبعا هذا كله غش صحيح غش. فليس في البيع فقط، لكن نتكلم عن اخونا التاجر اللي وقف قدام باب الجامع وصلى معاك الجماعه، صلى الجماعه وطلع يبيع قدام الجامع بحضرتك، وعمال يغش الناس في التجارة وهو بيصلي، يعني هو بيظن انه على خير لكن هو لا مش على خير، صلاته مقبولة، الصلاة تسقط عنه لكن الثواب والأجر منين؟ ما انت في اشياء بتحبط الحسنات، كما ان الحسنات يذهبن السيئات، فهناك اعمال اخرى تبطل لك اعمالك، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني صلى وصام وزكى وافطر و لكنه خطأ لرحمه منع من دخول الجنة بسبب ايه؟ قطيعة الرحم وغيرها. تمام. فاذا الغش ليس في البيع فقط، انما في كل التعاملات التي هي بين الايه؟
بين التجار. ولذلك من غشنا فليس منا، ليس من مجموعة المسلمين، وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكنه له حساب آخر. فهذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلى الله عليه وسلم في حديث. يعني بمناسبة الغش يا فضيلة الشيخ، يعني إحنا بنعيش في أيام امتحانات ثانوية عامة وما إلى ذلك. يعني كان هناك طالب بالأمس كان جالس معي وسألني سؤال، قال يعني هو بيقول لي إن أنا مش بغش ولكن أنا بغشش، فهل هنا علي يعني وزر أم ذنب، وهل صيامه منقص منه أم لا؟ بالنسبة لصيامه، صيامه لا ينقص، وبالنسبة له هو يعني قد يكون مضطر، إحنا طبعا ندرس للطلبة ونعلم هذه الأمور، ولكن هذه مما عمت بها البلوى جريمة الغش. انت طبعا كل يوم على الشاشة ده تسريب المواد كذا، حتى في الثانوية العامة وحتى في الثانوية الأزهرية وفي كل الأمور قبل لكن بعد دقائق من الامتحان، وترى مجرد ما يدخل ترى ورقة تنتشر بسرعة البرق. صحيح، لكن نحن لا نلوم الطلبة، نحن نلوم المدرسين. ليه؟ لأن طول السنة ما بيعملش حاجة، ونعلم يعني تجد ثالثة ثانوي كلهم ما فيش حد بيروح، إن كان ثانوي عام أو ثانوي أزهري، وأنا طبعا لعلم بهذا الموضوع، يعني الحاج المدرسة ما بتعملش ده، المعهد ما بيدرسش كلام من ده. طيب النقل وغيره برضو المدرسين مش ليه؟ لأن مش عايز يتعب نفسه، هو عايز يدور على إيه؟ طبعا الغالبية إلا من رحم الله بيعمل كده، هو عايز يدور على إيه؟ على يريح الحنجرة عشان بعد الظهر وراه الإيه؟ الدروس الخصية، هيتعب نفسه ليه في المدرسة؟ طب وبالتالي الدروس الخصية هو أهم حاجة، إن بيقبض يتقاضى الأجر الشهري من الإيميل العيل، لكن يفهم العيل ما يفهمش العيل، ينجح العيل ما ينجحش العيل، يجاوب العيل ما يجاوبش مش مشكله، المهم يتحصل على ما يريد المال. وهذا من اعظم ابواب الغش. يعني هو بيقول لي ان هو بيغش، هو لكن يصلي برضه المدرس يصلي، تمام. نفس الوضع زي الطبيب، الطبيب معين في مستشفى حكومه او مستشفى عام لكن الراتب قليل، فما بيروحش، ممكن يروح يمضي ويرجع. ليه؟ لان العياده الخاصه في بتاعته عايز ما يضيعش مجهود. خلي بالك كلها ماشيه كده، فلذلك الغش لا يقتصر فقط على غش الطلبة وكلام من ده. غش الطلبة طبعا، ودي عن تجربة، عمري ما واحد غشه أفلح. يعني الغش دايما حتى بنقول الغش بينفع الشطار، صحيح الشاطر لكن خايب وغش هيخش الجامعة هيبقى فاشل، هيطلع مدرس فاشل، هيطلع مهندس ده لو دخل مهندس، المهم ايه وكما هو معلوم الآن هو للأسف اللي على المجتمع الآن كلهم إلا من رحم الله. يعني هو للاسف فضيلة الشيخ بيقول الولد بيقول ان هو بيغشش مش بغش، فيعني هو عايز يعرف حكمه ايه ده. هو طبعا هو محروج من زمايله، لان معاه في الاول الاولى ابتدائي مع بعضهم، وممكن يضربوه لو ما غششهمش. صحيح بيحصل، صحيح يعني احنا كنا بنشوف امور كثيره جدا. صحيح. في الامتحانات ممكن يضربوه عشان الايه، ولا يا ابني انت اكتب وخلص واعمل، وبعد كده لو طلبوا منك حاجه دي بعد ما لو إلا بدل ما يضربوه، يعني أخف الضررين كما تمام. كما نقول في الأزهر. طب فضيلة الشيخ هنعود مرة أخرى إلى موضوع السرقة، والسرقة كما نعلم جميعا أنها يعني كبيرة من الكبائر طبعا. تمام. طيب هل هناك شفاعة في السرقة؟ شفاعة بالنسبة لمن؟ يعني السارق هل له شفاعة؟ يعني هل هناك أمور معينة يشفع له فيها؟ احنا ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده، إذن ما فيش شفاعة، وإلا لكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل شفاعة حبيبه ومولاه وربيبه. صحيح، لكنه منع ونهر وبين العلة وقال لو بنتي سرقت أنا حقت يدها. إذن لا شفاعة في السرقة، ما فيش شفاعة في السرقة. تمام. لابد أن تؤدم عليه، تمام، ما أخذته لابد أن تؤديه أو تتحلل منه. تمام. لأن يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان لديه أو من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحللها منه اليوم. لماذا يا رسول الله؟ قبل ألا يكون درهما ولا دينار. ما انت لو ما ادينيش الوقت، ما تحللتش من مظلمة الوقت، انا يوم القيامة همسكك كده واقول يا رب فلان ده اخذ مني كذا. ويوم القيامة ما فيش فلوس. صحيح. لا حسنات كما في حديث. عذرا للمقاطعة فضيلة الشيخ، هنروح لتقرير عن السرقة ونعود مرة اخرى مشاهدينا الاعزاء. طب رجعنا لكم تاني مشاهدينا الاعزاء بعد هذا التقرير، يعني استكمالا فضيلة الشيخ للتقرير الذي رايناه الان. يعني بعث لنا احد المشاهدين عبر الاسم السؤال، يقول فيه هل يجوز شرعا الكشف عن السرقة العلمية، حيث انني استاذ جامعي ولي زميلان الف كتاب وقرر تدريسه للطلبة، وقد ثبت لدي بعد التدقيق والبحث أن الكتاب مسروق في مجمله من كتابين لمؤلفين من دولة أخرى، فهل يجوز كشف هذه السرقة العلمية وإن ترتب عليها ضرر؟
طبعا هذه من المصائب العظيمة إن كان في السرقة قد وصلت إلى من نظن أنهم من أعلى الفئات الثقافية أساتذة ومدرسي الجامعات، لكن للأسف يا أستاذ محمد ده معروف عند الجميع. تجد طالب ماجستير يقتبس الرسالة كلها من غيره وينسبها لنفسه، يؤلف كتابا كما هو معلوم وينسبه إلى نفسه. فطبعا واجب على هذا الأستاذ أن يخبر الجامعة، لأن الآن أنت عارف الإنترنت الأمور سهلة جدا، تخش على أي مكتبة في العالم ويعني إيه تخرج ما فيها من كتب، مكتبة الكونجرس، أي مكتبة في العالم. فيجب على هذا، يجب لأنه علم أنهما قد اختلسا وسرقا هذه الأفكار، بل هذه النصوص من مؤلفين غيرهما، فيجب أن يفضحهما حتى يكون عبرة لغيره، واجب عليه. وهذه سرقة، هذه سرقة عقول وليس سرقة الجيوب. سرقة الجيوب أقل وطأة من سرقة العقول، لأن ده مفروض أنه أستاذ ويترقى، ربما يترقى الأستاذية أو غيرها بهذه إيه بهذه السلعة المسروقة، فجرمه أكثر من غيره. فيجب على السائل أن يبلغ الجامعة بأن بما شاهده وبما رأى. تمام. طب فضيلة الشيخ، ننتقل إلى نقطة الاختلاس، وهي نقطة مهمة جدا للغاية، وقد تكون يعني موجودة بشكل كبير جدا في مجتمعاتنا الحالية. طيب، فكرة الاختلاس يعني نرى على سبيل المثال، مثلا على بوابات الرسوم حينما تسافر القاهرة أو الإسكندرية ترى السائق يعني لا يأخذ يعني حقه من الورقة، ولكن من الممكن أن يعطي الموظف جنيهان مثلا ويتركه يعدي عادي، حكم دي طبعا دي أنا الموضوع ده أنا بسافر تقريبا يوميا وهذا الأمور يعني لحظة منتشرة، بس أنت يعني أنت جيت لي لحاجة بسيطة جدا لكن مجموعها خطير جدا. بمعنى إن طبعا الحكومة أو أولي الأمر عاملين كارتة على كل الطرق السريعة. الكارتة ممكن تكون بثلاثة جنيه، ممكن. فبدل ما يدفع 3 جنيه الخايب بيدفع ايه؟ بيدفع 2 جنيه للموظف اللي هو مفروض يديله الكارتة. بيدفع 2 جنيه يحطهم ما يمشي من غير ما يديله الايه؟ ما يديله الكارتة. هو كده وفر على نفسه جنيه. لكن هو الخايب لو يعرف ان الجنيه ده هو لمصلحته هو، لان الثلاثة جنيه لو اتحطوا وخد بهم الوصف ودخلوا خزينة الدولة أو الصندوق الخاص به، الطرق ستمهد، طرق هذا السائق سيمهد له الطريق الذي يسير عليه بفرق الجنيه الذي وفره، هيكون أفضل بكثير من الجنيه، وفر على نفسه جنيه، لكن قد يستفيد بهذا الجنيه أضعاف ما فعله. هذا بالنسبة للإيه؟ للدافع. طيب المختلس، الموظف هذا يتقي الله رب العالمين، هو يصلي صلاته لا تقبل، يعني صلاته تسقط عنه، حسناته تذهب. هذا يعلم هو وغيره، انت يعني انت ذكرت حضرتك مثال على الكارتة، الحاجات البسيطة. طب انت بقى ما بالك في موظف الحكومة اللي تحت ايده اموال كتير، اموال الدولة، اللي كل همه وكل ما يعنيه ان يرتب الاوراق ويظبط ويسوي الفواتير. ليه؟ عشان مراقب المال والإدارة لما يجي يلاقي الايه الامور تمام التمام. أما انت عارف الحكومة عايزة ورق، صحيح، انا ليه ورق مساوي، اعمل اللي تعمله بس اديني ورق واديني فواتير. روتين. هو ده كل اللي يهمه، بيجيب فواتير ويجيب ويعمل تمام التمام. وده هو نسى ان في ملكين بيكتبوا عليه. اعتقد فضيلة الشيخ ان هنا الضرر يعني الوزر بيكون اكثر، لانه ده بتبقى مصلحة خاصة بالناس كلها، مش بيه هو لوحده، فهنا الوزر بيتضاعف. صحيح. لا مش يتضاعف، ده هو عقابه أليم يوم القيامة. انا سعادتك لو راكب مترو واحد نشال مد ايده في جيبي وسرق مني 100 جنيه الضرر حيعود عليا انا واولادي. السرقه اللي راحت مني دي انا اللي هتضر بيها فقط، لان هي مالي انا بس، لان مالي انا واولادي فقط. صحيح. يوم القيامه يمكن يقول لي معلش يا شيخ سامحني، يمكن اعفو عنه امام الله رب العالمين، يمكن اسامحه، لكن اللي بيسرق من الاموال العامه ده يعلم ان الكل سياتي يوم القيامه، كل صاحب لان الاموال العامه للجميع، لجميع المواطنين في الدوله كلهم سيأتون يوم القيامة ويطالبونه بإيه؟ بحقهم. هذه من واحدة في الآخرة. طب في الدنيا لو أنا بس بختلس الأموال، لو أنا في يعني وزارة مثلا، يعني نحدد أنا في وزارة الصحة واختلست الأموال وسرقت الأموال وجبت العربية وبنيت الفيلا وبقيت تمام التمام،
لكن الاموال دي لو انا ما خدتهاش يا استاذ محمد هتخش في وزاره الصحه معايا، هيجي بها الاجهزه عشان يتعالج بها الناس، هيعود بالنفع على الناس كتير جدا وعلى وتبقى منفعه عامه للناس كلها على المساكين. لان ترى المستشفيات العامه بيخش عشان يعمل عمليه ما بيلاقيش مكان، يخش عشان يحجزوا له في العنايه المركزه ما يلاقيش مكان، يخش عشان يغسل كلى ما لهاش جهاز، يخش عشان مش عارف ما لهاش جهاز، بيموت عشان ما فيش الاجهزه دي. طيب لو الحرامي المختلس ده لو ما خدش الفلوس دي هتخش هنشتري بقى الحاجات دي، فاذا هو كان سبب في موت هذا المريض الذي مات بسبب عدم وجود الايه هذه الاجهزه. هذا الذي مات سياتي يوم القيامه يقول يا رب هذا المختلس كان سببا في موتي لانه باختلاسه منع اولي الامر ان يشتروا هذه الاجهزه التي بفقدها مت انا، فهو سبب وشريك في موت من بكل مات بكل تاكيد. صحيح. طيب انا في وزاره مثلا التامينات الاجتماعيه او غيرها، اي وزاره، تعال حضرتك تجد المساكين اللي هم الارامل والمطلقات وكبار السن من اهلينا بيتقاضى كم في الشهر؟ 300 جنيه، 320 جنيه، كان الاول 80. طيب ده لو الاموال دي ما انسرقتش هتضخ في خزينه الدوله، هيعود النفع على هؤلاء المساكين، هترفع بها المرتبات، بدل الموظف ما يمد ايده لده ولده ولده، وبدل ما يسرق وبدل ما يرتشي وبدل ما يختلس معايا، هترتفع المرتبات. صحيح. هؤلاء المساكين اللي بياخد 300 و200 و300 جنيه ده برضه هترتفع مرتباته. فهذه واحدة. تعال للطرق، لو ضخت هذه الأموال في الدولة ستسوى الطرق وتمهد الطرق، بدل ما كل يوم حضرتك بتشوف حادثة كم واحد مات كم واحد مات. لو لم تسرق هذه الأموال لمهدت بها الطرق، فإذا هو شريك في كل هذه المصائب، ولذلك سيأتي يوم القيامة كل من له حق عليه ويسأل الله رب العالمين أن يأخذ له حقه من هذا المختلس. ولذلك قال العلماء إن السرقة من المال الخاص، سرقة المال الخاص أقل جرما من إيه؟ من السرقة من المال العام، لأن سرقة المال الخاص مرتبطة بجماعة معينة، أما سرقة من المال العام فهي مرتبطة بالجميع، وسيطالبه الجميع يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا يكون درهما ولا متاع، إنما يكون إيه؟ يكون إيه؟ حسنات. إن الله سبحانه وتعالى يقتص لكل شيء، حتى يقتص من الشاة القرناء إلى الشاة الإيه؟ الجلحاء. تمام. فما بالك بهذا المختلس. فدي خطرها عظيم جدا، لكن البعض يعني غير مدرك لهذه الحقائق. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يتوب على الجميع. طب فضيلة الشيخ برضو هنا نقطة هامة جدا، وهي فكرة يعني نرى مثلا واحد بيفضل يسرق كتير قوي في حياته، بعد كده يعني لما 50-60 سنة خلاص بقى هو مش قادر يعمل حاجة، فيبني مسجد يعمل عمل خير. حكم العمل الخير ده بقى إيه؟ هل سيتقبل منه أم لا؟ والله هذا الامر يا استاذ محمد نشعر به في رمضان اكثر. الكل عايز ياخد حسنات في شهر رمضان. حسنات في شهر رمضان، لكن ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. الله الله. انت تلاقي مائده الرحمن تحت رعايه الحاج فلان. دور على الحاج فلان ده تلاقيه تاجر مخدرات. هل ينفع الكلام ده؟ مائده المهندس فلان دور تلاقيه مختلس ومرتشي و و و و. دور تلاقيه فاذا او راقصه او غيرها او غيره. انت بتتوب لي بعد ما عملت الكلام ده، بتبني جامع وبتبني تعمل مائده وبتعمل صدقه والكلام ده، كل الكلام ده مالكش فيه ثواب. ده على مسؤوليتي اقول. انت فقط تتخلص من الوزر الذي عليك، لابد ان تتخلص منه غصب عنك في الدنيا او الاخره، لابد ان ترميه من عن كتفك. التوبه الاول. التوبه الأول. لابد ان تؤدي، اصل التوبه لها شروط. مش التوبه انا سرقت وتجرت وعمي والحمد لله بقيت حج، رحت عملت لي عمره ولا حجيت ولا كلام من ده، بس انا عارف ان انا عارف ان ده حرام وانت عارف وما زالت انت عارف والله عز وجل عارف. بس لا صحيح. الذي لا تخفى عليه خافيه عارف. فلذلك التوبه لابد اولا ان نترك الذنب ونندم على الذنب. من الندم على الايه؟ على الذنب. اندم لانني فعلت هذا الذنب. اثنين، لابد ان اعزم على الا اعود الى الذنب مره اخرى. الأهم لابد أن أرد المظالم لأصحابها. أنا سرقت واختلست وغشيت و و و ونصبت وأكلت حرام وسرقت واعتديت وأخذت سيارة منك في طريقك وأخذت كل هذا، لابد أن يرد أولا حتى تقبل التوبة. لكن أجي أبني مسجد، الله عز وجل غني عنك وعن مسجدك. تمام. الله عز وجل غني عنك وعن مائدتك. أنت تتخلص وهم يستفيدون، نعم، لكن لا أجر لك. تمام. يعني باختصار لكن شديد اجر التخلص مما سرقته. يعني باختصار شديد فضيلة الشيخ ان الله يعني طيب لا يقبل الا طيب. تمام. يعني سننتقل الى يعني افه ثالثه، وهي
خلف قبل الوعد، ولكن قبل أن ننتقل ممكن يعني الوقت للأسف الشديد يعني الوقت بيدهمنا، يعني قبل ما ننتقل لموضوع خلف الوعد سنذهب إلى تقرير وبعده نواصل يعني هذا البرنامج مشاهدينا الأعزاء. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا الأعزاء وبنستكمل الآفات التي بدأناها في هذه الحلقة، وصلنا إلى يعني ختام ونهاية هذه الآفات وهي خلف الوعد. فضيلة الشيخ، يعني خلف الوعد من الأمور العظيمة التي انتشرت بين الناس في هذه الأيام، وهي بكل تأكيد خلق من أخلاق المنافقين التي يجب أن يبتعد عنها المؤمن. يعني خلف الوعد كيف هو في الإسلام؟ طيب قبل أن اسمح لي قبل أن أدخل في خلف الوعد، في بس حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، أنا عايز أسوقه لإخواننا جميعا، لكل من يأكل حرام سواء بغش في تجارة، سواء باختلاس، سواء برشوة، سواء بتجارة في ممنوعات، أكل الحرام بأي طريق. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما بالنا ندعو الله ولا يستجيب لنا. احنا عارف حضرتك في رمضان الكل بيدعو، وفي صلاة الجمعة الملايين بتدعو وتؤمن، ومع ذلك الوضع هو الذل والمهانة والفقر والجوع والبغضاء منتشر عند المسلمين بصفة خاصة. طيب والدعاء ده بيروح فين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هذا السؤال ما بالنا ندعو الله ولا يستجاب لنا، ماذا قال يا سيدنا محمد؟ كلمة، قال أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. الله. فأنت في رمضان بتصلي القيام والتهجد، تختم القرآن مرة واثنين وثلاثة في الشهر، ربما تفطر صائم، ربما تتصدق، ربما ربما ربما، وتصوم في هذا الحر الشديد وتظمأ وتعطش وترجو ماذا؟ ترجو القبول. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أطب مطعمك. شوفوا أنت بتسحر، شوفوا أنت بتفطر، الأكل اللي أنت بتاكله حلال ولا حرام؟ الموضوع سهل لو مش صعب يعني جدا جدا، لو حلال تستصعبه الدعاء هيقبل، لو مش حلال الدعاء ما الله لو بعت يعني لو ظللت طول اليوم تدعو الله عز وجل لا يستجيب. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، مسافر، والمسافر دايما منكسر الى الله سبحانه وتعالى، دايما الانسان المسافر يعني خايف على ابنائه، خايف على زوجته، يعني يتمنى ان يعود الى بلده، هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الرجل يطيل السفر، اشعث اغبر، يعني وجهه ما هوش حاطط الجل ولا مغسل كده زي حضرتكم مظبط نفسك لكن ايه يعني وشه متلخبط وشعره متلخبط من السفر. يا إذن برضو دي حالة ذل وانكسار لله سبحانه وتعالى. يرفع يديه إلى السماء. الثلاث حاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم، صلى الله عليه وسلم، السفر فيه انكسار، والانكسار من مدعاة إجابة الدعاء، الشعث، الغبر، هذه برضو ذل وانكسار من أسباب إجابة الدعاء. رفع اليد إلى الله عز وجل من أسباب إجابة الدعاء. طب لماذا لا يستجاب له؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم هذه الأشياء إلا أن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي من حرام فأنا يستجاب لذلك. صحيح. فلذلك صحيح. نحن على خط عظيم. إن كنت تريد أن يستجيب الله دعائك وأنت صائم أطب مطعمك، إن كنت تريد أن يحفظ الله أبنائك أطب مطعمك، إن كنت تريد أن يبارك الله فيهم أطب مطعمك. إن كنت تريد أن يبارك الله في مالك وتجارتك أطب مطعمك، أن يبارك في عمرك وفي صحتك أطب مطعمك، أن يهدي لك زوجتك أطب مطعمك. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ده بالنسبة للأكل الإيه؟ تمام. الحرام. طب بالنسبة خلف الوعد. النبي صلى الله عليه وسلم قال آيات المنافق ثلاثة، يعني إذا واضحة وصريحة انتهى الموضوع. ده من الأمور المحكمة. ثلاث آيات، من وجد فيه واحدة منهم اعرف بأنه إيه؟ بأنه منافق. ماشي. إذا حدث كذب يبقى الإنسان الكذاب ده منافق. وإذا الثاني على طول، وإذا وعد أخلف، وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. دي من الآفات التي يجب أن نطلقها بالثلاث في هذه الأيام. احنا بنتكلم على خلف الوعد. انا لما حضرتك تقول لي يا شيخ عبد الغني احنا عندنا حلقة ان شاء الله تجي لنا قناة الصح والجمال يوم كذا الساعة كذا، بظبط نفسي وافرغ نفسي وبعدين اجي تي وانا على الباب تقول لي معلش ده ايه عندنا ظروف الحلقة ايه. طب ليه ده ليه انت حاجة غصب عنك؟ لكن لما تديني معاد بس ده ما بيحصلش عندنا، ما بيحصلش الحمد لله، ما بيحصلش. لا ملتزمين جدا. ده انا بقول مثلا انا استعديت وسبت اللي ورايا وكلام من ده وانت تقول معلش ده ايه اتعمل. شوف بقى لو انا عايزك في موضوع هام وانت بتقول لي طيب ان شاء الله يوم كذا، انا رتبت نفسي خلاص ان يوم كذا هيجي لي كذا عشان اعمل بيه كذا، وتيجي انت ايه تفلت، تقفل تليفونك، تقول للعيال قولوا لي وشنا، يعني تتملص وانت تظن ان الامور دي بسيطه. لا، ده الامور دي ده هو منافق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اذا وعد أخلف. وخلف الوعد يترتب عليه امور كثيره، يعني انا بظبط اموري عشان حاجه معينه، لما تختلف
بخلف انا كمان وعدي مع غيره. ولذلك احنا في الغرب للاسف الشديد الكفار الذين لا يعلمون لهم دينا هم يتدينون بالنصرانيه اسما، لكنهم لا يتدين لا بنصرانيه ولا يهوديه ولا غيرها، لكنهم يا استاذ محمد اذا وعد وفى، ما عندهمش الكلام ده، واذا حدث في صدق، في التزام في كل حاجه صدق، واذا اؤتمن ادى. ما يطلبه الله عز وجل منا وما يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم منا هم يفعلون وهم ليسوا مسلمين، مع أن الإسلام هنا هم أخذوا الإسلام ولذلك ارتفعوا بمبادئ الإسلام، ولذلك من يدخل منهم في الإسلام يكون كالصحابي. لماذا؟ لأنه تعود، هذه سجيته، ألا يكذب، ألا يخلف وعد. لكننا يعني لا دنيا حصلنا ولا عياذ بالله البعض أو إلا من رحم الله ولا آخرة حصلنا، فخلف الوعد من الآفات التي يجب أن يتخلص منها المسلم وأن يطلقها طلاقا بائنا. أنا سأظل الدين هو الحصن أو المنيع يعني لأي مسلم. طيب فضيلة الشيخ، يعني في سؤال في يعني حكم من وعد بشيء لكنه يعني أخلفه لوجود عجز، يعني هو وعد حد لكن هو ما قدرش أن هو ينفذ الوعد ده لسبب ما، ده حكمه إيه؟ لا هو ده 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 ده, ده مضطر أو مكره، يعني هو دي يعتبر اضطرار أو إكراه، وليس على المضطر وليس على المكره ذنب. لكن هو مين اللي يقول لنا ان مش عرف ان ما قدرش؟ هل هو صادق ام كاذب؟ والله ده بينه وبين الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ايه خائنه الاعين وما تخفي الصدور. ان كان فعلا ما يستطيعش ان يوفي بالتزامه فله عذر عند الله سبحانه وتعالى. ان كان يتملص ويقول والله انا مش قادر، فالله عز وجل الذي يعلم، يعني كما قال سبحانه ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. فالله عز وجل عالم ان كان بيكذب او كان صادق. فاللي وعد ولم يستطيع ان يوفي لعذر فهذا لا شيء عليه ان شاء الله رب العالمين. طب فضيله الشيخ، يعني ماذا نقول لمن يسرق ويغش ويخلف الوعد؟ ماذا نقول له؟ نقول له اتق الله لانك ميت. مهما طال بك الاجل انت ميت، ومهما جمعت ستحاسب. وكلما عندنا في الفلاحين يقول لك كلما كانت الشيله كبيره كلما كان الحساب اكبر. صحيح، يعني معروف سرقت كثير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يجلس يوم مع الصحابه ويقول اتدرون من المفلس؟ فقال المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. زي فلان مفلس ما معوش غير مرتبه، اول يوم في الشهر بيخلص المرتب زي حالتنا كده، فهم بيقيسوها كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا، ليس المفلس، انا ما اتكلمش عن ماده، قال المفلس من امتي. اسمع نسبه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، صلى الله عليه وسلم، المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وزكاه وصيام وصدقه. هذه امور اهون دارس منها ان شاء الله تمام، لكن هناك ما يحبط هذه الاعمال، لكنه ياتي وقد شتم هذا وسب هذا واخذ مال هذا بالسرقه بالرشوه بالغش، واخذ مال ايه مال هذا صحيح، وسفك دم هذا فيؤخذ من هذا، من حسناتي لهذا ومن حسناتي لهذا ومن حسناتي لهذا، فإذا فنيت حسناتي ولم يؤدي ما علي أخذ من سيئاتهم فألقيت عليه فطرح فين؟ في النار والعياذ بالله، بعد الصلاة والزكاة والحج. فنقول لهم اتقوا الله، ونحن في شهر عظيم، شهر التوبة، شهر التوبة، شهر المغفرة، فرصة لقلب العمل الصالح، شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار. فعليهم وعلى الجميع ان يتقي الله وليعلم انه سيحاسب عن كل صغيره وكبيره. نسال الله يعني للاسف الوقت علينا امين يا رب العالمين، ربنا يخليك يا فضيله الشيخ، الله يغفر لنا وان يرحمنا. يعني نتمنى ان نكون قد قدمنا وجبه دسمه لمشاهدينا. وفي ختام وقبل ان اختم نود ان نقدم نصيحه لكل من وقع في صوره من صور الغش والسرقه وخلف الوعد. نقول له اتق الله واستشعر رقابه علام الغيوب، واعلم بأن الدنيا فانية وأن العذاب واقع لا محالة، واعلم علم اليقين بأن العمل الصالح ينفع الذرية وأن العمل السيء يؤثر على الذرية، حتى ربنا تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. نرجو من الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم التقوى مشاهدينا الأعزاء. وقبل أن أختم هذه الحلقة أود أن أشكر ضيفي وضيفكم الشيخ عبد الغني سليم من علماء وزارة الأوقاف المصرية، شكرا جزيلا يا دكتور شرفتنا. جزاكم الله خير. الشكر موصول لكم أنتم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن مشاهدتكم ومتابعتكم لنا، على أمل أن نلتقي بكم مجددا مع برنامجنا وبرنامجكم طلاق ثلاثة في حلقة جديدة. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للتواصل مع قناة الصحة والجمال الموقع الرسمي للقناة www.saha.tv، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/elsahachannel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/elsahatv، وعلى تويتر www.twitter.com/elsahatv.